إيران استعرضت أسلحة متطورة تابعة إلى الجيش الإيراني يوم أمس، وواحدة من هذه الأسلحة هي طائرة مسيرة متقدمة. ويأتي توقيت هذا الاستعراض في ظل ظروف متوترة مع إسرائيل وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالاتفاقية النووية. والطائرة المسيرة التي عرضت بهذا الشكل الذي تلاحظونه في استعراض عسكري يأتي في يوم الجيش أو عيد الجيش الإيراني، كان هو يوم أمس، عرضت من خلاله العديد من الأسلحة. وهذه الطائرة المسيرة هي طائرة أبابيل 5، ليس هنالك أي معلومات متكاملة عن هذه الطائرة، ولكن واضح من شكلها ومن طول هذه الطائرة، واضح بأن طولها قد يصل إلى 7 أمتار بتقدير قمنا به هنا في البرنامج، وكذلك بأن عرض هذه الطائرة بهذا الشكل على الجناحين تصل تقريبا إلى 12 مترا. واضح من المقارنة مع الجنود أن هذه الطائرة هي طائرة ليست بصغيرة وكبيرة، وممكن أن تحمل أنواعا كثيرة من الصواريخ على جانبيها. والمثير في هذا الأمر وأثناء هذا الاستعراض كان هنالك خطابا للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والذي هدد بشكل كبير إسرائيل، وقال بصريح العبارة بأن إذا ما قامت إسرائيل أو فكرت بالهجوم على إيران بأي شكل من الأشكال فإنه سيضرب وستضرب إيران قلب إسرائيل. وحتى تحدث وأنا أقتبس بأنه ستقوم إيران بتحويل المنطقة إلى مسلخ للصهاينة. وكذلك في نفس الوقت أن هذه التصريحات التي جاءت من الرئيس الإيراني هي تأتي بعد أقل من أسبوع من تصريحات قادمة من قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، الذي كان أيضا صريحا وتحدث بتهديدات مباشرة إلى إسرائيل، وقال بأن وتيرة محو إسرائيل بدأت الآن تتسارع. كل هذه التصريحات التي تأتي مع عرض الطائرة المسيرة هي تأتي أيضا بعرض إسرائيلي آخر من جانب آخر. إسرائيل تريد مواجهة خطر الطائرات المسيرة والصواريخ التي ممكن أن تتعرض لها، وهذا طبعا العرض الذي جاء هو بمنظومة ليزرية دفاعية تطورت كثيرا في الداخل الإسرائيلي. هذه المنظومة، دعونا نأخذ عددا من العلامات، المنظومة واضح بأنها موجودة على تل بهذا الشكل في الداخل الإسرائيلي، وهنالك مساحة مفتوحة بهذا الشكل، واضح بأننا أمام صحراء بكل تأكيد، وأيضا هنا جبال كما نلاحظ متقدمة بهذا الاتجاه من المنظومة الليزرية مع سفح أو مثل الشكل النوع الجانبي للجبال أو مرتفع آخر موجود بهذا الاتجاه، سيفيدنا في معرفة هذا الموقع بكل تأكيد. وبالتالي إذا ما ألقينا نظرة على طبيعة التجارب التي قامت بها إسرائيل في هذه المنظومة الليزرية، هي ليست المرة الأولى التي تظهر فيها هذه المنظومة، ولكن هنالك تحديثات كبيرة ظهرت وحدثت طبعا وطورت في هذه المنظومة. المنظومة الآن قادرة على اصطياد الصواريخ بكل أنواعها. هنا تجربة لإحدى الصواريخ التي انطلقت بهذا الشكل، قاموا بعملية اصطيادها بالليزر وانفجرت. كذلك قذائف الهاون كما تلاحظون هي أصبحت قادرة على تدمير قذائف الهاون عندما يتم إطلاقها بهذه التجارب الحية. وكذلك الأهم والأخطر هي الطائرات المسيرة أيضا في خلال هذه التجربة أيضا الحية الواضحة التي صورت، واضح بأنها تقوم بحرق جناح الطائرة المسيرة وبعدها تسقط، وبالتالي تكون علامات هذه الطائرة أفضل بالنسبة إليهم ويستطيعون تحليلها بشكل أوضح. وعلى هذا الأساس نلاحظ بأن إسرائيل أضيفت إلى القبة الحديدية الخاصة بها والمنظومات الدفاعية منظومة ليزرية خطيرة، ولديها تجربة وريكورد يصل إلى 100% في اصطياد هذه الأهداف التي نتحدث عنها. ولكن في نفس الوقت الأمور ليست وردية على إسرائيل، الأمور بدأت تصعب شيئا فشيئا على إسرائيل، وهذا الأمر أصبح واضحا من الخميس الماضي، كانت هنالك ضربة إسرائيلية. طبعا لنلقي نظرة واضحة جدا على هذا الموقع الذي تحدثنا عنه والذي نريد أن نتحدث عنه وأخذنا علاماته بكل تأكيد، لنذهب إلى القمر الصناعي أولا لكي ندقق بالموقع الذي تحدثنا عنه بكل تأكيد، وبالتالي بالتوجه إلى هذا الموقع بالقمر الصناعي لكي نعرف أين هو يتواجد في الداخل الإسرائيلي. هنا كما تلاحظون هذه هي الأراضي الإسرائيلية. إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة إلى جنوب إسرائيل طبعا تأتي المنطقة التي نتحدث عنها، وهذه المنطقة هي تأتي بالقرب من هذه النقطة التي يطلق عليها قاران، وهي التي تأتي على الحدود مع الأردن بهذا الاتجاه. والمنطقة التي نتحدث عنها طبعا هي تأتي بهذا الاتجاه من قاران تقريبا بهذه الساحة التي تلاحظونها، التي واضح جدا بأن هنالك جبال أمامها بهذا الاتجاه، والمسافة تأتي على 21 كيلومترا أو أكثر بقليل. وبالتالي دعونا نقترب من هذه المنطقة لنرى أين كانت هذه التجارب في المنظومة الليزرية التي شاهدناها قبل قليل. وبالتالي عند الاقتراب
بهذا الشكل سنلاحظ بأننا أمام هذه الصورة الواضحة التي تأتي من القمر الصناعي، وواضح بأننا أمام هذه التلة التي كانت تتواجد فيها المنظومة الدفاعية الليزرية بهذا الاتجاه. هذه هي المساحة المفتوحة، وهذه هي الجبال التي تحدثنا عنها، وكذلك واضح بأن عملية الجانب المرتفع القليل للجبل بهذا الشكل أو التل تأتي واضحة بهذه الطريقة. صورة أوضح لهذا القمر الصناعي هي كانت حاضرة من جوجل إيرث، من صورة موضحة كما شاهدنا قبل قليل، واضح المرتفع والمنظومة كانت هنا مع المتغيرات بهذا الشكل الجبلي والمساحة المفتوحة، وبالتالي هذه التجربة للمنظومة الليزرية هي تأتي إلى جنوب إسرائيل كما لاحظنا الآن. ولكن أيضا في نفس الوقت، وهنا الحديث الأهم في هذه القضية، إن إسرائيل الأمور ليست وردية بالنسبة إليها، هي تعاني ما تعانيه في هذه القضية التي نتحدث عنها في المواجهة مع إيران. لماذا؟ فهذا الأمر هو يعود إلى يوم الخميس الماضي، كانت هنالك عملية استهداف إسرائيلية، طبعا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان هي كانت موجهة على طرفين موجودة في هذه المنطقة، ولكن هذه المنطقة التي ترونها باللون الأزرق هي الجولان، وباللون الأحمر هي طبعا سوريا ومناطق سيطرة الحكومة السورية، هنا إسرائيل وهنا لبنان. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن الاستهداف الذي تم الخميس الماضي والذي تزامن مع التصريحات والتهديدات الكثيرة الإيرانية هي جاءت باستهداف الفصائل المسلحة الموالية لإيران لإحدى المستودعات الخاصة بها، وكذلك ضد جيش التحرير الفلسطيني، معسكر لهم بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان هو الذي استهدف. ولكن وزارة الدفاع الروسية كانت لديها تفاصيل أدق عن هذا الموضوع وما جرى. هي أكدت بأن الطائرات الإسرائيلية من فوق الجولان قامت باستهداف غرب دمشق تقريبا بهذا الاتجاه وفي مناطق موجودة في ريف دمشق، واستخدموا طائرات طبعا F-16 وأطلقوا صاروخين، وهذه طبعا الصواريخ كانت هي موجهة على هدفين، وهذا ما يؤكد معلومة المرصد السوري لحقوق الإنسان. ولكن وزارة الدفاع الروسية أكدت بأن واحدة من الصواريخ تم اصطيادها وتم التصدي لها بكل نجاح من الدفاعات والمنظومات الدفاعية الموجودة طبعا في لدى الحكومة السورية أي تابعة للجيش العربي السوري. وعلينا أن لا ننسى أيضا أن التقارير الأخيرة تتحدث أن الفصائل المسلحة الموالية لإيران لديها أيضا منظومات دفاعية تم إيجادها وتنصيبها طبعا في الداخل السوري، وبالتالي عندما نتحدث عن أن صاروخا تم التصدي إليه وصاروخ آخر استهدف وتمكن من تحقيق هدفه، هذا يعني بأننا أمام مستوى تصدي على نسبة 50%. هذا الأمر كان واضحا أيضا قبل أيام قليلة، من يوم الخميس الماضي كان أيضا هنالك استهدافا إلى غرب حماة في الشمال إلى العديد من الأهداف. ولكن أيضا وزارة الدفاع الروسية أكدت بأن من 5 صواريخ إسرائيلية أطلقت على تلك المنطقة 3 منها تم التصدي لها بكل نجاح من المنظومة والمنظومات الدفاعية الموجودة في تلك المنطقة، وبالتالي نحن هنا أمام ليس 50% بل أكثر من نسبة 50% على مستوى التصدي لهذه الصواريخ، وبالتالي إسرائيل لا تحقق أهدافها كما كانت عليه في السابق، وهي غير قادرة على تحقيق ما تريده. وهنالك تأكيد إلى هذا الأمر الذي نتحدث عنه إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي لكي نتأكد مما نتحدث عنه. هنا صورة واحدة فقط هي كانت حاضرة إلى عملية الاستهداف، وبالتالي إذا ما حاولنا التوجه الآن بسرعة بالقمر الصناعي إلى سوريا كما نلاحظ هنا في الداخل، فسنلاحظ بأن هذه هي دمشق، وهذه هي طبعا المناطق المجاورة التي تأتي إلى غرب دمشق في ريف دمشق. هذه المنطقة هي طبعا قطنة، وهنا طبعا معظمية الشام، ومن هنا تأتي المزة ودمشق طبعا بكل تأكيد. والمنطقة التي تأتي التي نتحدث عنها هنا إذا ما حاولنا طبعا أخذ صورة أوضح فقط لنقترب بشكل أكبر وأوضح لكي تتوضح لنا الصورة، فإن المنطقة التي تأتي من قطنة هي تأتي إلى شمال قطنة بهذا الاتجاه تقريبا، بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه هنا بهذا الشكل. الاستهداف طبعا يأتي على مسافة 3.9 كيلومتر من قطنة، وكذلك من معظمية الشام التي تحدثنا عنها هي تصل على مسافة 12 كيلومترا تقريبا أو حتى أقل، بالتالي دعونا نقترب من هذه المنطقة قليلا لكي نلاحظ هذه المنطقة التي استهدفت. طبعا هي مستودع، هذه هي المنطقة كما تلاحظون، المستودع هذا الذي تلاحظونه هنا
هو الذي استهدف، وهو الذي كان واضحا من الأقمار الصناعية المحدثة لصورة هذا الموقع بعد الضربة الإسرائيلية التي جاءت طبعا الخميس الماضي. وبالتالي إذا ما لاحظنا، هذه هي المنطقة قبل أن تتعرض إلى الضرب، واضح جدا بأن ليس هنالك أي تغير أو ألوان، وواضح بأننا يجب أن ننتبه إلى هذا المستودع بهذا الاتجاه، وكذلك المنطقة التي ضربت هي تأتي بهذه النقطة لهذا المستودع الذي نتحدث عنه بكل تأكيد. بالتالي بعد الضربة مباشرة القمر الصناعي أكد هذه الضربة، تلاحظ تغير اللون الذي جرى، وهذا يؤكد أن هذا هو الصاروخ الإسرائيلي الذي استهدف هذا المستودع، واضح التغيير الذي نتحدث عنه. وبالتالي هذه هي الضربة الوحيدة التي تمت. ولماذا الإخفاق الإسرائيلي في هذه الاستهدافات يعتبر مشكلة مع كل التهديدات الإيرانية وغيرها بالنسبة إليهم على الأقل، ويوتر الأمور؟ لأن هذه الضربة هي جاءت بعد أن كانت طائرة شحن إيرانية قشم، من نوع قشم، هي تابعة إلى الحرس الثورية الإيرانية، الثلاثاء الماضي كانت قد طارت من طهران عبر الأجواء العراقية، وصلت إلى دمشق لمدة 12 ساعة، غادرت الطائرة بهذا الشكل، وتسجيل الطائرة كما نلاحظ قشم فارس إير، وكذلك هنا 12 من أبريل أي الثلاثاء الماضي، ما يؤكد كلامنا هنا. وبعد ذلك كان هنالك ظهورا من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس الماضي، تحليق كبير جدا من طائرات الاستخبار الإلكتروني الإسرائيلية كما لاحظناها هنا، وهنالك واضح جدا رقابة عالية بهذا الاتجاه من طائرات السرب 122 الإسرائيلية. النحشون شابت، النحشون إيتام، هي تراقب بهذا الاتجاه، وتراقب حتى مرفأ اللاذقية بهذا الشكل، وذلك لأن كانت هنالك إحدى ناقلات النفط الإيرانية قد وصلت إلى مرفأ اللاذقية، يريدون معرفة ما هو موجود في الحاويات، ولكن الواضح أن ليس هنالك ضربة، وبالتالي واضح بأنها كانت تشحن النفط، ولكن الرقابة كانت عالية تجاه دمشق. كانت هنالك العديد من الصور واللقطات لطائرات الاستخبار الإلكتروني، وكما نلاحظ من اتجاهاتها هي تراقب دمشق بشكل مباشر. ولكن منذ صباح الخميس الماضي، نفس يوم الضربة، فجأة لم يظهر لنا شيئا على الرادارات بهذا الشكل، وبالتالي هذا يوضح أي من الطائرات الاستخبارية الإلكترونية الإسرائيلية اختفت تماما من الرادارات، وبالتالي هم أغلقوا طبعا أجهزة التشغيل الخاصة بهم والاتصال، وبالتالي تختفي، وهذا كان مؤشرا على الضربة، وفعلا تمت الضربة التي نتحدث عنها. وبالتالي شحن السلاح الإيراني، التخزين السلاح الإيراني في الداخل السوري مع التصدي الكبير، يوضح بأن الأمور ليست بالسهل على إسرائيل رغم كل المنظومات التي يتمتعون بها، والتحدي ليس بالسهل أبدا. هذه كلها تأتي في ظل توترات في المفاوضات النووية. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس كانت لديه تصريحات مثيرة حول هذا الموضوع، وقال يوم أمس إذا أرادت إيران رفعا للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطى الاتفاق النووي، وأن تتفاوض حول هذه المسائل بحسن نية وتعاون. ولكن أيضا في نفس الوقت هنالك تحركات نووية إيرانية من جهة أخرى تبدو ضاغطة على هذه المفاوضات النووية، وهي متعلقة بما جرى في هذه المنشأة، منشأة كرج طبعا لصناعة أجهزة الطرد المركزية الوحيدة في الداخل الإيراني التي استهدفت بهذا الشكل بحسب الصور القادمة بالأقمار الصناعية من The Intel Lab في يونيو الماضي طبعا من عام 2021، استهدفت بطائرة مسيرة إسرائيلية من الكواد كوبتر، وأكدت إيران هذه المسألة بأن الموساد كان خلف هذه العملية. منذ ذلك اليوم كان هنالك غموضا كبيرا جدا يجري في هذه القضية. الآن الذي جرى بالنسبة طبعا إلى هذه المنشأة، الذي تم بأن في حقيقة الأمر هذه منشأة كرج التي نتحدث عنها بهذا الشكل، أن الآن إيران اتخذت عددا من الخطوات فيها، ويجب أن نفهم ما الذي كان يجري. أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تمتلك كاميرات قبل الاستهداف الإسرائيلي الذي تحدثنا عنه، وكانت تراقب كل ما يجري من تصنيع لأجهزة الطائرة أو أجهزة الطرد المركزية طبعا التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم. الذي تم بعد الاستهداف، دمرت إحدى الكاميرات، سحبت إيران مباشرة كل البيانات والكاميرات، ومنذ يونيو الماضي من عام 2021 طبعا حتى ديسمبر لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الوصول إلى أي طريق في هذه الكاميرات. ولكن في شهر ديسمبر الماضي إيران سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تستعيد كاميراتها وأن تستبدل كاميراتها في منشأة كرج، ولكن البيانات وما تم تسجيله من شهر يونيو الماضي وحتى ديسمبر لا تعرف عنه شيئا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهنا تكمن المشكلة بالنسبة إليهم. بالنسبة طبعا
إلى إيران اتخذت خطوة إضافية وتحرك نووي مهم بأنها نقلت وحدة تصنيع أجهزة الطرد المركزية التي تتم في منشأة كرج مباشرة إلى منشأتين، والمنشأتين التي أتحدث عنها منشأة نطنز وكذلك منشأة أصفهان، وبالتالي نقلوا هذه الوحدات والورشة صناعة أجهزة الطرد المركزية إلى هناك، وسيتم تصنيع أجهزة الطرد المركزية. وهنا المشكلة أن الوكالة الدولية في غموض مما يجري، هي لا تعرف ما الذي يجري في ظل تخصيب لليورانيوم عالي في منشأة نطنز يصل إلى نسبة 60%. والمتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أكد بأن هذه البيانات سيحذفوها تماماً، التي سجلت من العام الماضي والتي لم تطلع عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن لم يتم العودة إلى الاتفاقية النووية. وهذا يزيد الضغط ضغطاً، كون أن هنالك أيضاً منشآت قد صرحت وأبدت قلقها إسرائيل عنها بأن هنالك ذرات لليورانيوم المخصب وجدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً قد تصل إلى 4 مواقع لم تجب عنها إيران، وبالتالي نلاحظ أن الضغط عالي جدا من الجانب الإيراني في هذه المسألة، وبالتالي هنالك تحولات وتطورات كبيرة جدا تجري بكل تأكيد بين الطرفين. والسؤال الأهم الذي يطرح، إلى أين ستصل هذه الأمور والتطورات؟